لولو شبر له شي طيارة عاود ولا شي صاروخ، علاش نشبر؟ نحن عدنا والعود أحمد ومسيو يوسف، هو ضرب لك واحد التبحيرة تاع لا ساركة. قبيلك في اسبانيا اخواني الاعزاء، عدنا والعود أحمد ويوسف هو يلاه تلاقيتو دابا يلاه جا يلاه حط صوت الطيارة باسيف بحال هنايا متبحرش عليش، خاصك تمشي تعوم المهم خليكم معنا. السلام عليكم مشاهدين، كيف نتوما؟ مزيانين؟ خليكم معنا اخوتي، تنوصلو لهنايا ديك الساعة نكملو معاكم الفيديو. قلت لي عندك إلا شبرتيني الساعة قطعني ما تخلينيش كنبه، لا ما تخممش يدير نقطعك المونتاج. تحياتي يوسف، هو جبرتو اخوتي كاع، قال لك خصو يتمشى في الماء، فهمتي؟ المشكله هي ساره، الا شافتنا ساره، الا شافت هذا الفيديو ساره غتحيح بينا. ساره كيعجبها البحر بزاف، هو با ديالي انا كنعتذر منك. عندي شي جده بنيتي ديال 3 في دقه واحده، نهبطو ما مره اخرى ان شاء الله بنيتي ونجيبك ان شاء الله انت وحفصه، النوبة ديالكم ان شاء الله. جات الحالة للما في هاد الساعة، واش كاين شي واحد كيعوم في شهر 3 عباد الله؟ تاع عينك ضرب شي صرطو، ضرب شي صرط صرطي باش ما يبقاش فيك برد. هايدك الله العظيم بردين. المهم تدخلش داخل بزاف، ها انا نعمس ساره. ها هو يوسف كيعوم. لا خوتي زعما والله لا اول واحد، لكن كاين بزاف دراري كيعوم ماشي غير هو. ها هما يا اخي تحيت، ها هو الراجل كبير، ها العظيم كبير هو كيعومنا. سبحان الله اللي كيتحمل البروده، انا خوتي والله ما نقدر ندخل عيد هاد الساعه البروده في الصيفيه، وكنموت بالخوف، كيجيني بارد انا اصلا فيا البرد، فهمتي؟ فيا البروده، فهمتي؟ اي والله يفرج علينا ولا امه محمد. والله الا جبرتوني في الطلايه تلاقيتو في الترامبيه، راكم عارفين تلاقيتو في الترامبيه، هي هذيك الترامبيه جبتو لهنايا. قال لك خصني نبغي، هو قال لي صراحه، قال لي انا نمشيو للدار. قلت له لا، قلت له لا، شنو نديرو في الدار حنا رمضان صايمين وهادي والصيام وكذا. شفتو هاك عليكم مع يوسف كيسارطي مع راسو. الله يخوتي زعما الصراحة هاد الله هي المنظر هذاك لي، ونغي نلعبو من هاد البحر، البحر هادي مسكتني فيه بزاف. وراكم عارف ملي كتكون تاعو فيها مرفوفة ماشي كيما هاد البحر، ولكن هادشي كتشوفوها في أيام بردة من الأيام ديال الصيفية. الإبرة، الإبرة خوتي والله ما تجبرها هنايا، الإبرة اللي حطيتيها تبان قوة بوبيكم، قوة البشرية اللي كيكونوا هنا يا بزاف. النوبة ديالكم إن شاء الله المرة الجاية نهبطكم نتوما بجوج بيكم، لا تزعى عليا حلوة. الصحراء اللي كتعصب على البحر، البحر كتبغي البحر بزاف. والله العظيم اخوتي ملي كنجيبوها اذا البحر، والله ملي كتبغي تخرج من البحر مرة. عندي شي فيديوز ديالها وديال سارة الصيفية ديال حفصة وسارة، دابا ديك الساعة نزل لكم شي بارتي، كتبغي تخرج من الماء مرة. كتجبر البحر هي بزاف، كاين شي 15 يوم ولا كنت هبطتها ولا كثار واقيلا هبطتها، وبقات كتمشي قالت لي لا دوزني البحر خصني البحر. ديك البحر انا فات في شهر جوج واقيلا، الله اعلم في شهر البحر انا فات الساعة هادي، واش عندك شي عقل ولا؟ بقيت كندوخ فيها تديتك مشات كتبقى كتجمع البحر بزاف. المهم خليكم معنا اخوتي، يوسف تيخرج في كيجمع من البحر ونخرجو نمشيو للدار. سنصور لكم شي حاجة نقول لها ان شاء الله. تحياتي. شو واش دايرة شي مع التليفون؟
هو؟ نعم. لا 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 غتغرق بنتي إلا زولتي. غتغرق إلا زولتي غتغرق. تعال خصك هكا خليه بلاتي باقي ما بغاش يخرج بغاش يخرج اخوصي خليه بلاتي شويش الساعة نخرجو خليه جباتو التبحيرة خليه هو مورايا باقي البحر ما قبل تحياتي لكم نحن عدنا والعود احمد ومسي يوسف هو ضرب لك واحد التبحيرة تعالى ساركة كي جاتك التبحيرة ما فيهاش يا كيفاش برتي الا ضرب لك واحد التبحيره ما كانش يعول عليها غير جابتها هيك عوقنا ندورو هنا شي دوره في هاد المرسى في المرسى القديمه فيه جات المرسى القديمه والسن المهم خليكم معنا سنخرجوا اللي هنا تحياتي طيب جات الدوخه عمرك تقيس دابا انا بالنسبه لهاد النصارى هادو راه زعما راه كنعرفوا قيمه الصيام والله تيصوموا بالليل وبالنار الحمد لله على نعمه الاسلام ويدي شحال هادي ربي يعطي الرخصة ما تصومش علاش ما عطيتش الرخصة ما تصومش حيت الناس كانوا كيمشيو شحال هادي بالجمال كيبقى كيسافروا وكيخرجوا باش كيجيبوا السلعة بحال دابا ماشي دابا كي غير التليفون الو هي السلعة قدامك اولا غتسافر مثلا كضرب 3 شهور 4 شهور وانت ماشي غف من دولة لدولة دابا فرمشي ثاني 7 ساعات انت في طيارة انت هادي هي سنة الحياة لهذا خليكم معنا سي يوسف اليوم راه جا بقى يفطر معنا حياتي او حتى برك استيتو خارج اسبانيا باقي بينك وبين اسبانيا نفسي الحدود الاسبانيه هي من ليه البحر ليه البحر ليه كامل هذيك راه هذيا النادي مسوبه لينا باقي البحر بحر شحال شحال كبيره مسافة كبيرة ما كيتزودوا بالوقود الحديد ولا ولا الخشب ولا ما كيغرقش يعني واحد كيدخل لهم شي الماء عاد ديك هذاك كتكون واحد الحاجه بحال هكا مع هاد الشيء كيخلي يمشي يهودو قريتو عليهم ياك قريتو عليهم كيعمرو بالعود كيهودو شي لزاز الى خبرو معاك اي بالي لك معلومة سان أونشتاين يوسف هو قال لكم معلومة تحياتي المهم خليكم معنا خصيصا خرجوا من هنا
مسيو يوسف تحياتي، عدنا والعودة احمد. وانا نعم سيدك يوسف، ها هو وانا ها هو. قال لك عياش نعملوا له، نشبروا له شي طياره عاود ولا شي صاروخ؟ علاش نشبروا؟ شنو خصك؟ ها هو خوزي عياش ندرلاش جات مزال ريح ناس راه صايم اخوزي، داكشي على استرخاء مره اليوم مع ديك التبحيره والصيام. ما قلت له ما تصومش العيد يلاه 13 عام مكمل اجي وماشي كيصوم، صام البارح وبارح واليوم ثلاث ايام اصاحبي الله ياك. ها مقيد زعما صافي سيدي الله الا درت معاه. قلت له زعما صوم نهار ونهار؟ لا. قال لي لا والو نصومو كامل والله يجيب لك التيسير راه كاين، الله ييسر الامور. تعرف ما تاكل نهار؟ ها راه لا كليتي شينا غنفضحك كاين صافي اخويا لو لا كلا شينا راه خوتي غنقولها لكم. المهم يعني زيدوا ولا لا؟ هل خليكم معنا اخوتي، تنوصلوا فوقين الطرمبيه وديك الساعه نختموا معكم فيديو في الجوين فوقي جهه المدينه. يلا تحياتي. شي مرة إن شاء الله نجيبو شي شكارة ليهم، ما كنا نديوها لهم تما.